هناك نكبتين، نكبة شخصية للطفلة اللي الحلم ديالها كيتم المصادرة، الحلم ديال متابعة الدراسة ديالها في المدينة كيتم المصادرة ديالو من طرف الهجمة الشرسة ديال العصابات الصهيونية على البلدة ديالها، على القرية ديالها، وكذلك من خلال العملية ديال التقتيل وديال الإبادة اللي كيتعرض لها الشعب الفلسطيني من جراء يعني الهجوم ديال الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية. ودونك عرض هذا الشريط هذا كيجي في سياق الأنشطة اللي كيقوم بها النادي السينمائي من أجل يعني التحسيس والتوعية بالمضامين ديال حقوق الإنسان من وجهة نظر يعني فنية. تزرع فينا قيم التضامن، ناخذ القضية الفلسطينية كقضية إنسانية، وأننا خصنا نتضامنوا مع القضية الفلسطينية، وهذا السياق كامل كيخلينا أننا نعرفوا الجيل الجديد ولا هذا الشباب اللي طالع أنه يبقى متشبت بالقضية الفلسطينية، خصوصا احنا الآن الأغلبية ديال الشباب أصبحوا يعني كنفروا يعني من مشاهدة هذه الأمور، ولا كنفروا من العمل السياسي ولا العمل الحقوقي اللي من خلاله يمكننا نأثروا بشكل إيجابي أننا نعاون دوك الناس. يعني احنا ما قدروش، استطاعة ديالنا هو أن على الأقل معرفتنا للقضية غتخلينا أننا نساهموا بشكل أو بآخر أننا ندعموا القضية الفلسطينية، والقضية الفلسطينية هي واحد البوصلة كتورينا الأعداء ديالنا والأصدقاء ديالنا. شكرا لك.